الكرنت لحد الان كان ديسكونتينوس بالحاله هاي، في عنده باث يمر فيه بعدين راح يرد ينزل، وقد ما كان هذا اللود هيفلي اندكتيف مش راح توصل هاي الزاويه اكثر من 90 الديلي ما بينهم، فما بيضل الكرنت يطلع للمنطقه هذه. مزبوط. قديش الماكسيمم لود انجل لاندكتيف لود؟ 90 درجه. فهذا الكرنت قد ما كان كوندكتنج بالنهايه بده يوصل هون عند 90 ووقف، مش راح يقدر يكمل عندي هون. حتى اعمل كونتينوس كرنت بامكاني اعطي باث للكرنت بنسميه فري ويلينج دايود، وفي كتب بتسميه كوميتيتنج دايود. كوميتيتنج يعني بعطي باث ثاني لما يطفي الدايود هذا بخلي هذا الدايود يطفي ويشتغل هذا الدايود بداله. لاحظي هلا صار عندي هلا تو لوبس. خليني امحي هاي. في عندي لوب اللي في الاول هيها هاي، مش هاي اللوب موجوده لسه؟ لما بيشتغل هذا راح يشتغل الدايود من هون، راح يزيد الكرنت في الاندكتيف لوب. بعدين عند نقطه معينه راح تطفي هذا اللوب وتشتغل اللوب الثاني. لاحظوا الكرنت بنفس الاتجاه، وهذا راح اسميه دي 2 وهذا راح اسميه دي 1. راح يصير عندي اذا هلا خلال من 0 لباي، هلا هون فيش عندي مشكله، راح يطفي الدايود على باي وراح يشتغل الدايود الثاني على على عند باي ولا 2 باي، والكرنت عندي ماشي هي اي ال راح يمشي هون. هلا الاندكتر مبسوط بهذا الكلام، ليش؟ لانه في اللحظه اللي طفى فيها عند باي كان لسه في كرنت في الاندكتر، بس انا اعطيته باث بديل. وين الباث البديل تبعه؟ هيو هون بيعمل، فراح يزيد الكرنت عندي بهذه الفتره وبعدين راح يعمل ديكي بالفتره هاي. خلينا نرسم شيء تقريبا، ما راح ارسم المعادله زي ما حكيتكم، ما بهمنا المعادله كثير، بس خلينا نرسم الشكل الكيرف كيف راح يكون. فخلال الفتره هاي هلا انا لانه الكرنت كونتينوس راح ابطل ابدا من زيرو اول مره، بس راح ابدا من زيرو. واضح فاهمين ليش الفرق بين الكونتينوس والديسكونتينوس؟ لما يكون ديسكونتينوس كل مره بدي ارد ابدا من وين؟ من زيرو. لما يصير كونتينوس بعد فتره شو راح يوصل؟ راح يوصل ستيدي ستيت، ما راح يصير سايلوسويدال، بس راح يوصل ستيدي ستيت، فراح يبطل يبدا الكرنت من زيرو. فخليني افترض مثلا انه الكرنت بيزيد عندي هون. لاحظوا هي في تاخير في البيك عن البيك، ايش سببه هذا التاخير؟ الاندكتيف لود. وبعدين راح يبدا ينزل عندي هون، عند النقطه هاي راح يطفي هذا الدايود. مين راح يشتغل؟ الدايود اللي هون. هلا من هون فيش عنده يعمل غير ديكي، بده يعمل ديكي وينزل لحد نقطة باي من هون. ايش راح يرد يعمل مرة ثانية؟ راح يرد يعمل رايز بنفس الطريقة. فالكرنت هذا راح يصير فيه ريبل بهذا الشكل. مين اللي سمح له يعمل كوندكشن خلال الفترة هاي؟ دي 2. دي 2 اعطاني باث، هذا بنسميه فري ويلينج او كوميتيتنج دايت. ايش اللي بضمن انه ما يوصل صفر؟ لا لا ما في شيء بضمن ليش، طبعا انا هون رفعت الاندكتنس. كلامك صحيح، هلا ممكن هو يصير ديسكونتينوس كرنت وهذا يعطيه باث بس هو ينزل لزيرو، ممكن. بس انا هدفي اني اعمل الكرنت كونتينوس فزدت الاندكتيف لود، صحيح كلامك. ممكن هذا بحالات معينه اذا هون الزاويه صغيره تبعت هذا اللود انه يعمل ديكي لزيرو ويريد يبدا مره ثانيه، بس احنا رفعنا الاندكتنس زدنا الاندكتنس تبعت اللود بحيث انه يضل الكرنت كونتينوس منه. ايمتى الفترات هلا اللي يكون الدايودز فيها كوندكتنج؟ دي 1 ايمتى راح يعمل كوندكتنج؟ من 0 لباي. من 0 لباي من هون، والكرنت اللي مار في دي 1 وينه؟ هذا، هذا هو الكرنت تبع دي 1 لحد باي. دي 2 ايمتى راح يعمل كوندكتنج؟ من باي ل 2 باي. وين الكرنت اللي ماشي في دي 2؟ هذا. خلينا نرسمهم. اذا لو جينا رسمنا الكرنت تبع دي 1 مثلا، راح الاقي انه دي 1 كوندكتنج خلال الفترة هاي، وراح يكون نفس الكرنت هذا اللي شايفينه فوق، بس راح يوصل هون، راح يصير في كوميتيشن عندي هون. الكرنت في دي راح ينزل لزيرو، هل بصير الكرنت فجأة يطفي والكرنت في يتغير فجأة؟ هل بصير دي اي تبعت الدايود على دي تي تكون عالية؟ ممكن بصير. مين الكومبوننت الوحيد اللي بيسمح ليش يكون عندي دي اي على دي تي عالية؟ الاندكتر. إذا الاندكتر ما عنده مشكلة، لأن الكرنت اللي كان ماشي في دي 1 وين هلا هو مشاه؟ في دي 2. هاي العمليه بنقول كوميتيشن، انعمل كوميتيشن للكرنت من دي 1 لدي 2. اي كوميتيت، حولت تغيرت. هلا دي 2 او خلينا نكمل دي 1 اول شيء. هي هذه اي دي 1 اوف تي، وراح يرد يرجع مره ثانيه يبدا عندي من هون ويبدا بنفس الطريقه هيك. هاي الفتره اللي تكون دي 1 فيها شغال 0 لباي، باي ل 2 باي، 0 لباي، باي ل 2 باي، وبعدين راح يجي عندي دي 2
ودي تو راح يكون اوف خلال الفتره هاي، وخلال الفتره هاي راح ياخذ هاي القيمه ويعمل فيها ديكي، المفروض تكون هاي مساويه لا هاي. فكرت عم بنط ما بين دي 1 ودي 2، دي 1 ودي 2 عم بعمل كوميتيشن، وبعدين برد مره ثانيه بعمل عندي بنفس الشكل هذا. اذا في عندي 180 درجه هذا شغال، 180 درجه هذا شغال. تفضل. طب بناخذ هيك الاوتبوت تبع هاي السيركل، ما راح ناخذ اكروس دي 2 ولا هلا تمام ممتاز. راح تاخذه هون، راح تاخذه هون، ايش راح تشوف؟ سؤالي كويس ممتاز، ايش راح تشوف خلال الفتره هاي؟ بالنسبه للكرنت انا بحكي، انا هيك راح الكرنت هلا هو وين اللود؟ سيريز هاي اللود، هذا اللود مش يعني هذا اللود، هذا اللي انا حطيت عليه الفولتج عشان اعمل شيء فيه اللي هو محرك او شيء زي هيك او ايش ما كان هذا اللود. فهذا اللود، فوين صار الاوتبوت فولتج؟ وين هلا الاوتبوت فولتج راح اشوفه؟ هيو هذا بس راح يكون عندي هاي وهاي، يعني هذا في اوت از ا فانكشن اوف تايم. اذا بدك خذه من هون في اوت از ا فانكشن اوف تايم، هذا اللي راح اشوفه. بس الكرنت مش ساينوسويدال مظبوط؟ هل هذا الكرنت؟ هذا مش ساينوسويدال، هذا بتقدر تحسب له معادلته، في له معادله، في له فورس ريسبونس وفي له ناتشرال ريسبونس، موجود الكتب تحسب لك اياه. بس احنا راح نسهل الامور الان، شو راح نعمل؟ راح اعتبر اذا اللود هذا هيفلي اندكتيف، اذا اللود هذا صار فيري فيري هيفلي اندكتيف، شو راح يصير في الكرنت؟ راح يصير كونستنت. هذا طبعا تبسيط، بس احنا نفترض انه سو هيفلي اندكتيف، الديكي اللي هون راح يكون السلوب تبعه صغير 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 جدا بحيث انه يا دوب اشوفه. فبنيجي هون راح افترض انه في مرحله معينه لما يصير هيفلي اندكتيف لود راح يصير الكرنت عندي تقريبا دي سي، راح اسميها هاي اي نوت. طيب هذا الكرنت الان راح يتقسم لتو كرنتس مش هيك؟ شو راح يصير يمشي عندي هلا في الدايود؟ راح يصير هذا نفس الشيء سكوير ويف، مش هذا كونستنت؟ اذا انا قسمت هذا بين التو دايود شو راح يصير عندي هون الان؟ هي سكوير ويف هون وسكوير ويف هون. الدايود تبع دي 1 هو نفسه من وين جاي؟ إذا وين الكرنت تبع السورس؟ إذا شركة كهرباء شو سحبت منها أنا كرنت؟ سكوير ويف. فكروا هلا بالهارمونكس، رح نطلع على الهارمونكس اللي موجودة هون اللي سحبتها من السبلاي. طيب والدايود الثاني كمان شو رح يكون الكرنت فيه؟ برضه سكوير ويف بس 90 بس 90 180 درجة فيز شيفت. أوكي؟ هذا بيهمنيش كثير أي دي 2، بس اللي بيهمني أكثر أي دي 1، لأنه أي دي 1 هو نفسه السورس. طلعوا هذا الكرنت الأزرق، هل له أفرج دي سي؟ أكيد له، مش هيك؟ الأفرج تبعه مش زيرو. إذا أنا عمالي بسحب أنا هارمونيكس إيش من السبلاي؟ من H بتساوي N P plus minus 1. N بدها تساوي 1 2 3 و P بالحالة هاي شو بتساوي؟ 1. هذا 1 pulse rectifier، هي هالبلس واحدة، كل 360 درجة واحدة. إذا الهارمونيكس راح تصير عندي، عوضوا هلا محل P 1 و N 1، 1 1 زائد 1 2، 1 ناقص 1 0. شو الزيرو هذا؟ دي سي كومبوننت. دي سي هي الدي سي كومبوننت. وقديش رح تكون قيمته الدي سي كومبوننت؟ رح تكون اي نوت على 2 اللي جاي من السبلاي الافرج. وبعدين رح يصير في عندي هارمونكس، رح يكون عندي 1 و2، كل الهارمونكس رح يكون ايفن اود وكل شيء. متذكرين قلنا الرولز؟ مع هذا ما بيكون، بقدرش اقول عن هذا انه سيمتريكال. لو عملت له شيفت، لو عملت له شيفت ب 90 درجه وضربته في ماينس ما بعطيني شيء، مظبوط؟ اذا رح يكون في كل الهارمونكس 1 و2 و3 و4، اوكي؟ هل هاي الويف فورم اود ولا ايفن؟ هاي الويف فورم ايفن. ايفن ولا اود؟ ايفن ولا اود؟ لا ايفن ولا اود، مظبوط. لا ايفن ولا اود، لان عملت لها روتيشن، عملت لها روتيشن وين راح تروح؟ راح تروح هون، مش ايفن ولا اود. فاذا راح يطلع معي كل الهارمونكس، راح يطلع معي كمان حتى كوساين وساين كل شيء، وراح يطلع فيها دي سي. ما اسوء الحالات ما راح يشغل سيستم زي هيك. اوكي نعم، بس اي سؤال؟ هلا احنا لو عندي ديسكونتينوس كرنت، هلا هذا طبعا بطل ديسكونتينوس كرنت، هلا هذا صار كونتينوس كرنت. الكرنت لما بكون ديسكونتينوس في كل 180 درجه او 360 درجه ببدا من الصفر من جديد، مش هو ديسكونتينوس؟ مش رجع على زيرو باخر سايكل؟ مش هيك؟ بس لو هو بطل ديسكونتينوس صار كونتينوس، بس راح يصير فيه له افرج، راح يبدا اول مره بشغل الدائره راح يبدا من زيرو، صحيح؟ بس بعدين لما بوصل ستيدي ستيت كونديشنز راح يرجع من زيرو، ولا خلص صار فيه له فاليو راح يضل عليه؟ لكن الديسكونتينوس كل 360 درجه راح ارد ارجعه يبدا من زيرو. فانا اللي هون بحاول ارسم انا ستيدي ستيت، هاي ستيدي ستيت هون، وهذيك كانت ستيدي ستيت، لانه كل مره راح يضل يبدا من زيرو، مش حكينا راح يضل يبدا من هون ويطفي،
يبدا من هون يطفي. ففي حاله الكونتينوس ما بيبدا من زيرو لانه في له صار ستيدي ستيت، الكرنت بطل ينزل لزيرو، ضل له قيمه الكرنت هذا باللود. بس مين اللي بضل يطفي ويشتغل؟ التو دايودز. بس as far as the load is concerned الكرنت دائما في كونستانت. هلا هدول دبروا حالهم، هذا اشتغل 180 درجه وهذا اشتغل 180 درجه، بحيث انه هذا ضل اللود فيه مستمر باستمرار ما بتغير، بضل له زيرو. هاي الهارمونيك زي ما حكينا الهارمونيكس الموجوده